مع شركة كارتاج جران، واللي من خلال اللقاء هذا تم إمضاء اتفاقية شراكة مع الشركة في إطار يعني بهدف يعني تحسين إنتاجية زراعة الكلزة من خلال تأمين الإحاطة الفنية بالفلاحين اللي يتعاطوا الزراعة هذه، ومساهمتنا في الشراكة هذه اللي حقيقة نعتز بها، وهي تمثل يعني نموذج إن شاء الله يكون ناجح في الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. دونك يعني مشاركتنا في الشراكة هذه لأن حقيقة نؤمن بأهمية الزراعة هذه اللي تنجم تطور من حيث المساحات، وتنجم تساهم بشكل هام في تحسين إنتاجية زراعة الحبوب اللي هو يعتبر زراعة استراتيجية في البلاد، وبالتالي زاد كيف كيف يحافظ على ديمومة الإنتاج في تونس، لأنه حاليا كما نعرفوا أنه من بين الأهم ولا من أهم الإشكاليات اللي يعاني منها قطاع الحبوب من حيث يعني تدني المردودية، هو يعني بالأساس هو عدم اعتماد التداول الزراعي، يعني الاعتماد على الزراعة الأحادية بشكل كبير، واللي من بين الآثار متاعه هو يعني تدني خصوبة التربة. نأمل أنه من خلال الزراعة هذه اللي أثبتت يعني التجارب الأهمية نتاعها في تحسين خصوبة التربة وكذلك في تحسين إنتاجية الحبوب، دونك نأمل من خلال البرنامج هذا نحاول نزيد نعرف أكثر بالزراعة هذه، ونحاول نأطر الفلاحة باش تكون المردودية نتاعها الاقتصادية تكون يعني تكون مربحة بالنسبة للمزارعين.